بسم الله عبد الصبر النداء، نسمه يعلو على الأسماء ثم الصلاة على النبي محمد، فهو شفيع أمة من أخطاء. طلاب الطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في خامس محاضرة من محاضرات مقرر تقنيات الإنترنت 3، المقرر اللي بنتناول فيه مواضيع متقدمة في تطوير مواقع الإنترنت، تطبيقات الويب. واليوم إن شاء الله حنتكلم عن الدايركتري ستراكشر اللارفل فريم ورك. المحاضرة اللي فاتت تحدثنا عن إنه كيف نعمل أو كيف نعمل فريش انستالينج لنسخة بتاعت لارفل باستخدام برنامج اسمه الكمبوزر، وعرفنا كيف نثبت الكمبوزر، واصلا باي ديفولت انتوا عارفين كيف تثبت اللوكال هوست. فكنا محتاجين فقط نوريكم يعني شو الكمبوزر وكيف بنثبت الكمبوزر ونستفيد منه في شنو. وباستخدام الكمبوزر عملنا انستول او داونلود لفريش لارفل بروجكت، اللي هو عبارة عن مجموعة من الفايلز والفولدرز اللي خاصة بلارافيل. مجرد ما انا عملت لها داونلود بيجي عندي فريم ورك اسمه لارافيل، بقدر استخدمه عن طريق الدوكيومنتيشن المخصص لاستخدام اللارافيل. اليوم نحن حنشرح الملفات اللي نزلت لنا دي على اساس انه الناس تكون فاهمة. ده شكل البروجكت بتاع لارافيل اللي نزلناه المرة اللي فاتت، ودي الفولدرز الموجودة في البروجكت، ودي الفايلز الموجودة في البروجكت. نحن اليوم حنشرح الفولدرز. الفايلز دي كلها بالنسبة لنا ما مهمة، يعني ما حنستخدمها كتير اكسبت فايل واحد اللي هو الانف الدوت اي ان في. ده حنيجي نشوف بعدين الاي ان في ده حنستخدمه في شنو، او لقدام حنلقى نفسنا حنستخدم الاي ان في عشان نعمل سيت اب للداتابيز او نعمل كونكشن بتوين البروجكت بتاعه وبتوين الداتابيز. طيب قلنا the application structure in Laravel is basically the structure of folders, subfolders and files included in a project. Once we create a project in Laravel, we get an overview of all application as shown in the image here. وحتشوفوا اللي هي البروجكت اللي فتحته انا هسه ده، حتشوفوا في شكل image مفتوحة في editor اللي هو زي ما شايفين في الصورة دي. دي الفولدرز، البروجكت اسمه example app، ودي الفولدرز اللي بيتكون منها، ودي الفايلز اللي بتكون منها. طبعا الفولدرز دي داخل هيكون في سب فولدر، يعني الاب جواه في كم فولدر، البوت ستراب بيكون في جوا فولدر، الداتابيز وهكذا. فحنجي نشرح كل الدايركتوري ستراكشر الخاصه بلارافيل، وحنركز على ثلاث حاجات بيهمونا جدا اللي هم اساس بنيه الام في سي، اللي هو الموديل والفيو والكنترولر. حنشوف الموديل موجود وين وبنستخدمه كيف، وحنشوف الفيو موجود وين وحنستخدمه كيف، وحنشوف الكنترولر موجود وين وحنستخدمه كيف. نبدا بالروت دايركتوري، والروت دايركتوري اللي هو قاصد بيها يعني الفولدرز دي، الاب والبوت ستراب الكونفيج الداتابيز بابليك ريسورس راوت ستوري تيست والفيندور. طيب نبدا باول فولدر دايركتوري، طبعا مقصود به فولدر يعني اللي هو مثال. App directory contains the core code of your application. We will explore this directory in more detail soon. However, almost all of the classes in your application will be in this directory. الاب دايركتوري هو النواة الفعلية للمشروع بتاعي. كل الكلاسز اللي انا هستخدمها او اغلب الكلاسز اللي انا هستخدمها في اللارافيل موجودة في الدايركتوري اللي اسمه اب. Bootstrap directory، والبوتستراب هنا يا شباب ما قصد بال بوتستراب الفريم ورك بتاع بتاع الفرونت اند اللي بيه انا بقدر اعمل تصميم ظريف او كده، او اعمل ريسبونسيف ويب ابلكيشن او ريسبونسيف ويب سايت. هنا البوتستراب مقصود بيها العمليه بتاعه الاوتلود اللي هو الستار فروم اتسيلف، الاوتلود للكلاسز الموجوده عندي. ما انا المشروع بتاعي اتفقنا انه عباره عن مجموعه من الكلاسز اللي كاتبينها ناس اللارافيل او كاتبها الشخص اللي صمم لارافيل. الكلاسز دي بتساعدني في انه انا يعني احصل على وظائف باكواد انا ما كتبتها، ودي الفكره الاساسيه من الفريم ورك، انه انا اقدر انفذ مجموعه من الوظائف بدون ما انا اكون كاتب الكود الفعلي ليها. فالبوتستراب دايركتوري المهمه بتاعته الاساسيه عنده فولدر او سوري عنده فايل اسمه app.php. الفايل دوت بي app.php ده مهمته انه يعمل اوتلود لكل الكلاسز على اساس انه البروجكت يكون مهيئ لانه ينفذ لك الريكوست بتاعتك
المختلفه سواء كان في الراوتس في الموديل اكسترا. كونفج دايركتوري ومن اسمه هو عباره عن كونفجريشن دايركتوري، به انا بقدر اعمل عمليه الكونفجريشن او الضبط لكل البيانات اللي انا محتاجه عندي في المشروع. الكونفجريشن ده ممكن يكون للداتابيز، ممكن يكون للميل سيرفر اند سو اون. لقدام حنجي نشوف بصوره تفصيليه الكونفج دايركتوري. داتابيز دايركتوري، داتابيز دايركتوري كونتينز يور داتابيز مايجريشن موديل فاكتوريز اند سيتس. If you wish you may also use this directory to hold an SQLite. The database directory من اسمها هي لها علاقة بالداتابيز. وفي اللارافيل عندنا أكثر من مفهوم من يتعامل به مع الداتابيز. يعني مثلا الميجريشن عبارة عن طريقة بها أنا أكتب الأكواد بتاعة الكرييت أو الأوامر بتاعة الـ SQL البتكريت التابلز. انا ما هكتبها عن طريق الاس كيو ال، هكتبها عن طريق اكواد بي اتش بي باستخدام لارافيل زي ما قلنا، لانه واحد من الفيتشرز اللي كان بيقدمها لي لارافيل وذكرناه في المحاضره السابقه انه انا بقدر اتعامل مع الداتابيس باستخدام اكواد بتاعت بي اتش بي بدون ما امشي لللوكال هوست او بدون ما اكتب الاس كيو اس كيو ال كوماند على اساس انه اكريت بيه تيبل او اعمل بيه اضافه لفيلدز في تيبل او غيره. فالمايجريشن دي الجزئيه يعني المسؤوله من بنيه التابلز. التابل ده فيه كم حقل واسماء شنو ونوعيه شنو كلها بتكون موجوده في المايجريشن فولدر ده. الموديل، والموديل هو طبعا واحد من الكونسبت الاساسيه في الموديل فيو كنترولر. والموديل الفكره بتاعته الاساسيه انه هو اللي بيتعامل لي مع الداتابيس. وحنجي نشوف انه الموديل ده لقدام او في مشروعنا الفعلي اي تابل حصلت له عمليه بتاعت مايجريشن او انشاء هيكون عنده نسخه بتاعت موديل، عشان الموديل ده هو اللي بيتعامل لي مع التيبل ده في عمليات الانسيرت والابديت والديليت اند سو اون. بعد ذاك عندي حاجتين مفهومين مرتبطات ببعض، واحد اسمه الفاكتوريز والثاني اسمه السيدز. نحن في لارافيل او في الفريم ورك بتاع لارافيل او في البروجكتس بصوره عامه، لما انا جانا انشئ بروجكت لاول مره بكون محتاج انه يكون عندي تيست داتا بها انا اقدر اختبر الفاعليه بتاعت البروجكت ده. فلما اكون شغال ب بي اتش بي يعني بيور، التيست داتا دي هعمل لها انسيرت انا، اذا كانت 50 ريكورد ولا 100 ريكورد هعمل لها انسيرت انا بطريقتي التقليديه. لكن في العربي ادونا مفهوم اسمه السيت، والمقصود بالسيت انه تدخل كميه من الفيرتشوال داتا للداتابيس بتاعتك على اساس انه تختبر بيها الداتابيس بتاعتك، وفيها كميه من يعني الفيرتشوال داتا الجاهزه اللي انت بس بتستخدمها عن طريق الحاجه اللي اسمها فاكتوريز. الفاكتوريز دي بتعمل لك القالب اللي بيه بتدخل السيدز داتا، قالب الداتابيس اللي بيه بتدخل السيد داتا. يعني مثلا لو عندي تيبل بتاع يوزرز، في الفاكتوريز ده انا بوري انه اليوزرز ده فيه يوزر نيم عباره عن اسماء، في تليفون نمبر عباره عن ارقام هواتف وهكذا. بناء على الفاكتوريز دي اللارافيل بتعمل لي عمليه بتاعت سيد سبب تغذيه للتابلز بتاع الداتابيس بتاعي عن باستخدام فيرتشوال داتا، وبقدر انا استخدمها في عمليه التستنج. برضو في الداتابيس دايركتوري اذا انا كنت بستخدم داتابيس زي اس كيو ال لايت، والاس كيو ال لايت دي عباره عن داتابيس الفكره بتاعتها انها بتكون سنجل فايل موجود عندك في المشروع بتاعك. يعني ما بكون عندك فايلز قاعده مثلا برا زي الماي اس كيو ال، بتكون قاعده برا هناك مع الماي اس كيو ال سيرفر او مع اللوكال هوست. هنا في الاس كيو ال لايت عباره عن حيكون عباره يعني الداتابيس بتاعتك كلها عباره عن فايلز هتشيلها ممكن تحطها في الداتابيس دايركتوري. هنا البابليك دايركتوري، ومن اسمه بابليك معناها حاجه متاحه للجميع. فالبابليك دايركتوري كونتينز ذا اندكس دوت بي اتش بي فايل. الاندكس دوت بي اتش بي فايل ده اللي هو الفايل اللي بيبدا به المشروع او اللي بيبدا يتشاف به المشروع للناس اللي برا لليوزرز اللي بيستخدموا او بيتصفحوا الموقع بتاعك. واتفقنا انه اول ملف بيحصل له عمليه بتاعت اوتلود في البي اتش بي الملفات اللي هي الهوم دوت بي اتش بي او الاندكس دوت بي اتش بي. فالبابليك دايركتوري ده بيحتوي له على الاندكس اللي به بينطلق المشروع. لكن فعليا حنلقى نفسنا احنا ما محتاجين نكتب اي كود هنا في الاندكس دوت بي اتش بي، لانه حنلقى انه الفيو بتاعتنا حنكتبها في اتجاه ثاني حنيجي نشوفها هسه موجوده في اتو دايركتوري. برضو البابليك بيحتوي عليها الاسيتس بتاعتي الخاصه بالمشروع. لما نقول اسيتس انا قاصد بيها
كل الاكستنشنز او الانكلود فايل اللي انا بحتاجه عشان اطلع البروجكت بتاعي ده بمنظر معين للمستخدم، اللي هو قاصد بها ملفات السي اس اس، ملفات الجافا سكريبت، الايمج اللي انا بستخدمها في المشروع and etc. The resource directory contains your views as well as your raw and compiled assets such as CSS or JavaScript, and this directory also houses all of your language files. The resource directory ده برضو واحد من ال directories اللي بتحمل لي واحد من مفاهيم ال MVC اللي هي ال view. في ال resource أنا بقدر أكتب ال view بتاعتي اللي هي هيشوف المستخدم في المتصفح، وبرضو عن طريق ال resource directory بيكون موجود الـ uncompiled assets. الـ assets احنا قلنا جافا سكريبت و سي اس اس وكده، هيحصل لها عملية بتاعت compile وتتضغط، تبقى لما تتضغط هتمشي للـ public. قبل ما تتضغط وانا شغال فيها بتكون موجودة وين؟ نسخة منها موجودة في الـ resource directory، بالإضافة لأنه الـ resource directory بيه وبرضو انا اقدر اعمل عملية الـ multi language application او website، اللي هو بقدر اكتب يعني اخلي المشروع بتاعي ده بيفتح بأكثر من لغة عن طريق فولدر هنا داخلي اسمه لانج في الـ resource directory. routes directory وده المفهوم الثالث والأخير من مفاهيم الـ MVC. تكلمنا عن الموديل وعرفنا الموديل موجود وين، وتكلمنا عن الفيو وعرفنا الفيو موجود وين، وتكلمنا عن أو حنتكلم عن الكنترولر، والكنترولر ذاته في اللارافيل مقسوم لأكثر من يعني لأكثر من كونسيبت. حنلقى هاي في حاجة اسمها كنترولر موجودة براها بتتحكم لي في عملية الكنترول بين الفيو والموديل، لكن الراوتس ده برضو يعني مهم في عملية التوجيه. الراوتس باختصار يا شباب هو المسؤول من انه يفتح لي الصفحات بناء على الريكويست او بناء على اليو ار ال انا كتبته. لو جينا راجعين لمشروعنا اللي احنا نزلناه هنا اللي هو الاكزامبل اب، وجينا فتحنا الاكزامبل اب قلنا هنستخدم الامر اللي اسمه PHP Artisan Serve على اساس انه يعمل لي ستارت لارافيل ديفلوبمنت سيرفر، وبيديني الرابط اللي انا بيه وبقدر اخش لي البروجكت بتاعي. والمره اللي فاتت وصلنا للصفحه دي، قلنا اذا صارت لنا الصفحه دي معناها البروجكت بتاعي نازل بصوره ممتازه، اذا حصل اي ايرور معناها في خطا في عمليه الانستليشن. اللي بيهمنا انه لما انا اجي اكتب 127.0.0.1:8000 بيقوم يجيب لي طوالي الشاشه اللي فيها لارافيل، فيها الدوكيومنتيشن، وفيها اللاراكاس واللارافيل نيوز والفايبرنت ايكو سيستم. المسؤول من انه يجيب لي الصفحه دي لما انا اكتب اليو ار ال الفوق ده هنا هو الراوت. بعد شويه حنيجي نشوف ان احنا ممكن نغير الصفحه اللي ظاهره لنا هنا دي ما تكون الديفولت، حنيجي نشوف عن طريق الاديت للفيوز، دي حتكون في المحاضرة الجاية ان شاء الله. والمحاضرة الجاية ذات حتتكلم عن مفهوم الراوت بصورة اشمل، لكن هنا بس افهم انه الفولدر بتاع الراوت الفكرة بتاعته انه بياخد لي الراوت للمشروع، والراوت اللي هو قاصد بها التوجيه لما انا اكتب يو ار ال معين هنا بناء عليه بيقوم يجيب لي الفيو الخاص باليو ار ال اللي انا كتبته. طيب الراوت دايركتري في اللارافيل فيه ثلاثة فيه اربعة فايلز، فيه الويب دوت بي اتش بي، اي بي اي دوت بي اتش بي، كونسول، والشانلز. اللي بيهمونا حاجتين حاليا احنا بنستخدمهم او بنستخدمهم بكثره اللي هو الويب، وده اللي هنستخدمه احنا بصوره فعليه، ويب دوت بي اتش بي، وعندنا الاي بي اي دوت بي اتش بي. الويب دوت بي اتش بي ده اللي هو بياخد ليه الميدل وير اللي بتشتغل على الويب. ولما نقول ميدل وير هي عباره عن جروب من الرولز اللي بيها انا بقدر اصل للمشروع. يعني لو انا فاتح المشروع بتاعي ده في ويب انفايرمنت او عايزوا يوصلوا له بويب انفايرمنت يعني المتصفحات العاديه دي، بكون خدت الراوتس بتاعتي في الويب دوت بي اتش بي. وفي حاله انه انا عندي مجموعه بتاعت اي بي ايز، عايز يعني عايز اكتب مجموعه بتاعت اي بي ايز، وعايز ادي اي بي اي لناس استخدموها، سواء كان لي يعني لو انا عندي مشروع مثلا داير اعمل منه نسخه بتاع تطبيق هاتف، بعمل اي بي ايز تدعم لي مع الداتا الموجوده عندي في المشروع وديها لناس التطبيق على اساس انه يربطها بيه. او لو عايز اعمل اي بي اي بيترسل بيانات لمواقع خارجيه او لبروجكت خارجيه، كل الراوتس الخاصه بالاي بي اي انا بكتبها في الاي بي اي دوت بي اتش بي. بقيه الكونسول والشانل دي ما يعني ما حنشغل نفسنا بها هسه، لانه الغرض من الكورس ده انه تفهموا اساسيات اللارافيل، وبالمفهوم البسيط ده تقدروا تعملوا مشروع بتاع بروجكت، مشروع بتاع لارافيل بيهو
يعني تستفيدوا منه في انكم تكونوا قادرين تستخدموا لارافيل في انشاء مشاريع حيه. Storage directory contains your logs, compiled plate template, file base session, file cache, and other file generated by framework. الستورج ده اللي هو الدايركتوري بتاع التخزين ده المسؤول من تخزين اللوج فايلز، اللوج فايلز اللي هو ملفات الدخول كده، الكومبايل بلاي تمبلت. وعندنا البلاي تمبلت ده عباره عن مفهوم به انا اقدر اكتب اكواد ال HTML في اللارافيل، وهنجي نستخدمه بعدين برضو في الفيو. هنتكلم عن البلاي سيستم او البلاي تمبلت سيستم، هنشوف كيف انا بكتب ال HTML باستخدام البليت سيستم ده، وكيف انا انشئ ثيم كامل للبروجكت بتاعي باستخدام البليت سيستم. ما يهمنا انه الستورج دايركتري ده بيكون مخزنين فيه بيانات الدخول، فيه فيه الكومبايل بليت تمبليت، فيه السيشنز، فيه الكاش، ان اكسترا. تيست دايركتري وده من اسمه فيه يعني بيحتوي لي على عمليات الاوتلود للتست. ان احنا برضو قلنا واحد من الفيتشرز الموجوده في لارافيل انها فيها عمليه الاوتو تيست باستخدام البي اتش بي يونت تيست. ففي الدايركتوري ده اللي هو تيست دايركتوري انا بقدر انشي عمليات التيست اللي انا عايزها يعني الخاصه بالمشروع يتم كتابتها هنا. فيندر دايركتوري، فيندر دايركتوري كونتينز اور كومبوزر dependencies. الفيندور ده فيه كل الباكجز اللي انا بستخدمها، وكل يعني كل اوامر الكمبوزر وكل حاجه جاب لي الكمبوزر بتكون موجوده في الفولدر اللي اسمه فيندور. والفيندور ده يعني بصوره فعليه انا ما محتاج احبش فيه اي حاجه زي الفولدر بتاع الاب فوق. طيب نجي للسب فولدرز الخاصه بالاب دايركتوريز. يعني احنا لحد الان لو جينا فتحنا المشروع هنا في متصفح احنا اتكلمنا عن الروت دايركتوري اللي هو الاب، البوتستراب، الكونفيج، الداتابيز، الببليك، الريسورس، والراوتس، والستوريج، والتست، والفندر. الان عايزين نتكلم عن الفولدرز او السب فولدرز الموجوده وين؟ الموجوده في الاب دايركتوري. وبرضه لانه بتحمل لي مفهومين مهمين، بتحمل لي مفهوم الموديل وبتحمل لي مفهوم الكنترولر، كله موجود هنا في الاب. The majority of your application is housed in the app directory. By default, this directory is namespaced under app. فهمنا النيمسبيس يعني شنو في المحاضرات البدائية للأوبجكت أورينتد. وهنا حنبدأ نستخدم النيمسبيس وحنستخدم كل مفاهيم الأوبجكت أورينتد بصورة فعلية في لارافيل، لأنه أصل لارافيل مبني على الأوبجكت أورينتد ومبنية برضو قلنا على مفهوم الـ MVC Design Pattern. طيب app directory contains a variety of additional directories such as console, http and providers. وعشان الكلام ما يكتر لينا هنجي نشوف طوالي السب فولدر او السب دايركتوري الموجوده في الاب. الكونسول directory contains all of custom artisan command for your application. الارتيسان نحن لو جينا رجعنا هسه هنا لما جيت انا استعرضت لكم او فتحت المشروع كتبت شنو؟ كتبت امر برمجي اسمه سيرف خاص بالارتيسان، قلت له بي اتش بي ارتيسان سيرف. طيب السيرف ده منو اللي فهمه انه انا عايز افتح المشروع بتاع اللارافيل؟ لانه اصلا السيرف عباره عن امر مشروح الستيبس بتاعته في الارتيسان كوماند اللي هي موجوده عندي وين؟ في الفولدر اسمه كونسول. يعني هنا كل الارتيسان كوماند تكون موجودة هنا. وبرضو في كوماندز ممكن انا اعمل لها جنريت او انشاء باستخدام الميك كوماند. This directory also houses your console kernel which is where your custom artisan command are registered and your schedule tasks are defined. المهم عندنا في الكونسول دايركتوري انه بيحتوي لي شنو؟ بيحتوي لي كل الكاستم artisan commands. The exceptions directory contains your application exceptions handle or and
it's also a good place to place any exception through by your application. If you would like to customize how your exception are logged or rendered, you should modify the handle class in this directory. الاكسبشنز لكل الايرورز ولكل يعني كل الاكسبشنز الموجوده عندي في البروجكت انا بكتبها وين او بخطها في الاكسبشنز دايركتوري. باختصار يعني الاتش تي تي بي دايركتوريز كونتينز يور كنترولرز، وده المفهوم الثالث من مفاهيم الام في سي، الميدل وير اند فورم ريكويست. في الاتش تي تي بي ده انا عندي سب فولدرز اللي هو الكنترولر، وعرفنا الكنترولر هو عباره عن شنو؟ هو عبارة عن المتحكم اللي بيعمل لي عملية توجيهها وبيعمل لي عملية بتاعت كنترولر للأوامر بين المودل وبين الفيو، وشرحنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت. الميدل وير اللي هنجي نشوفه هنا عبارة عن جروب بتاع رولز أنا بستخدمه، يعني مثلا لو أنا المشروع بتاعي ده فيه صفحات ما عايز يخش إلا زول عامل عملية بتاعت ريجستريشن وعامل عملية بتاعت لوجن، عشان أقدر أحكم الحاجة دي بحكمها في الميدل وير. عايز مثلا المشروع بتاعي ده او الرابط المعني ده ما يخش ليه زول الا عن طريق الويب الانفايرمنت باستخدام ال HTTP، فبرضو انا بعملها وين؟ في الميدل وير. وبرضو اذا كنت داير اعمل APIs ما يخش ليه الا عن طريق يعني فهم ال APIs برضو بكتبها في الميدل وير. برضو الفورم ريكويست اللي هو دي الداتا بتاعت بتاعت الفورم او الطلبات بتاعت الفورم اللي هي البيانات سواء كان رساله او استقبال او غيره. المودلز دايركتري والمودلز دايركتري كونتينز اول اوف يور اليكوينت موديل كلاسز. ذا اليكوينت او ار ام انكلود وذ لارافيل بروفايدر ا بيوتيفول سمبل اكتيف ريكورد امبلمنتيشن فور وركينج وذ يور داتابيس. باختصار الموديل دايركتري ده بيكون فيه المودلز بتاعتي الخاصه او الموجوده او اللي انا هستخدمها في المشروع. والمودلز قلنا هي عباره عن كلاسز بتتعامل مع الداتابيس، بتتعامل مع الداتابيس بطريقه انديفيدوال، بمعنى انه كل تيبل من التيبلز الموجود في البروجكت بتاعي لابد انه يكون عنده موديل بيه، وانا اقدر اعمل عمليه بتاعت انسيرت ابديت ديليت لكل الداتا الموجوده في التيبل المعني. ففي الدايركتري ده هيكون موجوده كل الموديلز اللي انا هستخدمها او هكريتها في المشروع بتاعي، برضو باستخدام الميك ميك موديل كوماند، وهنيجي نشوفه لقدام لما نيجي نخش للمودلز بصوره فعليا. باي ديفولت هنلقى عندنا موديل واحد اسمه يوزر، ده مش انه ناس لارافيل، عباره عن لانه انا اصلا عندي تيبل جاهز في المايجريشن اسمه يوزر برضه، ده اللي بيه بعمل عمليه الريجستريشن اللي هي عمليه الاثنتيكيشن بصوره عامه، ريجستريشن واللوجن واللوج اوت وعمليه الريست باسورد وغيره. بروفايدرز دايركتري، البروفايدرز هي عباره عن مخدمات يعني بتقديم لي اغراض معينه في اللارافيل، وبرضه هنيجي نشوفها لقدام. The provider directory contains all the service provider for your application. Service provider bootstrap your application by building server services in the server container, registering event or performing any other task to prepare your application for incoming request. ال providers او المخدمات هي اللي بتهيئ لك المشروع بتاعك على اساس انه يكون جاهز انه يستقبل ال request بتاعت ال users. فا باي ديفولت هو بيعمل شنو؟ بيعمل ريجسترنج للايفنت، وحنيجي نشوف يعني لو لقينا وقت وخشينا لمور ادفانس في اللارافيل حنيجي نشوف الايفنتات من اشياء كيف في اللارافيل، وانا كيف نعمل سكيدول تاسك اند سو اون. ففي البروفايدرز ده بيكون كل موجود عندي كل السيرفيس بروفايدرز اللي يعني موجوده باي ديفولت في اللارافيل او ان انا حانشئها او هكتب عشان انه استخدمها. In a fresh Laravel application, this directory will already contain several providers. You are free to add your own providers to these directories as need. وعادة في المشاريع الكبيرة بتحتاج انك تكتب providers خاصة بيك انت يعني. بكده بنكون خلصنا من ال directory structures لل Laravel. والمحاضرة زي ما قلت في البداية بسيطة جدا، ما اظن تتعدى نص ساعة. والفكره بتاعتها انه يكون اتكونت عندك باك جراوند كويسه عن يعني شنو لارافيل والفولدرز الموجوده في لارافيل دي، اي فولدر مهمته شنو، لانه بدون ما تعرف ملفات اللارافيل دي يعني بتعمل شنو او داخله في شنو او من خد الموديل بتاعتنا وين والفيو بتاعتنا وين والكنترولر بتاعنا وين، ما حقدر استخدم
البروجكت بتاع لاري. إذا في أي سؤال ممكن تكتبوه في التعليقات أو تدونوه لحد ما نتلاقى في التواص، وبعد ذلك تسأله حتى الملتقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.